نعم. عطنا أبياتك في تصيد الأخطاء سواء على الأشخاص ولا على الموبايل ولا على المجتمع ولا حتى على المسؤول. والله هذه مشكلة أراها في بعض الأصدقاء ربما ما يكون بقصد، لكن يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه، من كثر ما تعاتبه خلاص ينفرون منك الناس كله. نعم. فيقول واحد من الأصدقاء يقول في بعض الناس أنت شايلة فوق ظهرك، كل ما شافك هو يعاتب فيك، شيله من فوق ظهرك وحطه في الارض وخلاص وانتهى الموضوع. وهذا يعني انه تجنبه. يقول الصاحب اللي صار همه بس يتصيد خطاك، لو كان ما غيره صحيب تعرفه جنب عنه، دور على اللي لا لقى في صحبتك، خله رفاك وان خاطبك بالهرج ما يختار لك غير احسنه، وإن باعك اللي في دقايق ينكر الصحبة شراك، لو كان لجلك يرهن الشاخوف ويبيع أصحنه. طبعا الشاخوف نوع من أنواع البندق. نعم. وإن باعك اللي في دقايق ينكر الصحبة شراك، لو كان لجلك يرهن الشاخوف ويبيع أصحنه، دايم يدور عن هنا قلبك ويبحث عن رضاك، كنا شقيق لك وكن ما في بهالدنيا منه، وابعد عن المعسول في وجهك وسمك في قفاك، تراه بأول ما قفن عابر يبين معدنه، ولا تلوم اللي يحسدك بعد ما ربي عطاك، شلف الحسد تبدأ بصاحبها الحسود وتطعنه، وإن حدك الماقف على اللي ما يقدر مستواك، عز المروة والبخل لا تعترض ضرب اضعنه، واعرف ترى لو تطوي الدنيا وتأصل منتهاك، ما تاخذ الا اللي كتب لك لو تصل 100 سنة، مهما يطول بك العمر لابد ترجع مبتداك في يوم من طوله ومن هوله تدور لحسنه. يا سلام، سلامتكم. سلام سلمت.